مساء الخير، اهلا وسهلا بالجميع. بشكركم كلكم على حضوركم معنا اليوم رغم كل الاحداث والصعوبات اللي مرقت على طرابلس من خلال هالايام. طبعا نحن بنأسف على اللي صار، وبس اصرينا نكفي ونعطي صوره لطرابلس اللي هي الصوره الحقيقيه، صوره التعايش والانفتاح. بس حبينا كمان تضامنا مع اهلنا بطرابلس نختصر الفقرات الموسيقيه من اللي كانت مفروض تكون من ضمن هالسهره، وبدي اطلب منكم كمان نوقف سوا دقيقه صمت على روح الشهداء اللي سقطوا. ميرسي. بعرف انه بروتوكوليا مفروض رحب بالرسميين الموجودين معنا اليوم، وهن مشكورين فردا فردا على حضورهم، بس نحن بجائزة موريس فاضل واكيد الرسميين معنا بنعرف انه العنصر اللي بدنا نضوي عليه اليوم هن الشباب اصحاب المشاريع اللي رح يطلعوا على المسرح من بعدي. هن اهم ناس اليوم بالنسبه لنا. هالمشاريع صار لهم 6 أشهر عم يشتغلوا عليهم، وبالنسبة لكل واحد منهم فكرته مشروع ناجح بحد ذاته. بس قبل ما يطلعوا على المسرح وعرفوكن على مشاريعهم، بدي أنا أعرفكن عن فكرة صغيرة كانت بركة أصغر فكرة من 75 سنة، وهي سبب وجودنا سوا اليوم. هالفكرة اسمها الأبيسي، وهالجائزة يلي رح نعطيها اليوم لأنه موريس فاضل من 75 سنة حلم وفكر مثل هالشباب الموجودين معنا اليوم، وانطلق من لا شيء تيوصل للي وصل له. فاليوم قصة نجاح موريس فاضل صارت جايزة، وهالجايزة رسالة للشباب انه انتو كمان طلعوا بأفكار، طلعوا بمشاريع نفذوها، وان شاء الله هالمشاريع تكون حتى اكبر من الأباسي. ومثل ما بيقول شعارنا، ان شاء الله افكاركم تنور الشمال. فكيف وصلنا لهالمرحلة اللي نحن فيها اليوم، المرحلة النهائية تبع مسابقة أفضل خطة عمل بالشمال؟ 503 مشاريع تقدموا لمسابقة أفضل خطة عمل بالشمال اللي هي جائزة موريس فاضل، من قبل أكثر من 1000 شاب وصبية من كل أقضية الشمال السبعة. لجنة التحكيم مؤلفة من 45 شخص رجال وسيدات أعمال لبنانية قيمت هالمشاريع واختارت 30 فريق يلي تأهلوا للمرحلة الثانية من هالمسابقة. هالفرق 30 شاركوا بدورة تدريبية خلال يومين بمساعدة 10 خبراء بمستوى عالمي، و12 فريق وصلوا للمرحلة اللي نحن فيها اليوم. قدرنا نحقق هالقد بسنة واحدة، وصراحة بهالمشروع كبدنا نفاجئ الشمال، أما الشمال هو اللي فاجأنا بهالرقم القياسي 503 مشاريع، وفاجأنا كمان بنوعية المشاريع اللي تقدمت. وهلأ رح تسمعوا من قبل لجنة التحكيم قدي كانوا هالمشاريع مميزة بمستوى كتير عالي. فبهالمناسبة كمان بتشكر أعضاء لجنة التحكيم النهائية اللي هن جاك صراف، خاطر أبوي حبيب، سلام يموت، ميشيل شماس، وعمر الحلاب. أما هالإنجاز، أما هالحلم بالنسبة لإلي ما كانت حقق من دون مساعدة ومساهمة كتير من الناس ومن فعاليات الشمال، ابتداء بجامعات الشمال كلها. إن شاء الله تطلع هلأ أساميهم اليوم على الشاشة تماما أنسى حدا. ساعدونا أولا لأن فتحوا بوابهم لنعرض مشروعنا لطلاب وخريجي جامعات الشمال، ثانيا لأن ساهموا بالدورة التدريبية وعطيونا من خبرتهم. ساعدونا كمان ببرنامج الترشيد لأن كل فريق كان عنده مرشد يساعده يتقدم خلال المراحل تبع هالمسابقة. بدي اتشكر كمان غرفة تجارة الشمال وعلى رأسها سيد توفيق دبوسي، ومؤسسة البيات والسيدان نصري معوض وفواز حامدي، اتحاد بلديات الشمال وكل من بلديات الشمال. بدي اتشكر كمان الإعلام اللي وصلوا خبرنا و
قدرنا نوصل لأكبر عدد ممكن من المبادرين الموجودين بمنطقة الشمال. وما فيني أشكر الإعلام من دون ما أشكر بالأخص منذر المرعبة اللي ما أفى أي مرحلة من مسابقتنا. بدي كمان أتشكر أعضاء مجلس إدارة جائزة موريس فاضل، السيدة فاضية علم مديرة فرعة طرابلس للجامعة اليسوعية، فواز حامدي من البياط، خليل عطية من كفالات، باري عدية من منتدى طرابلس للشباب، اللي عطيوا من وقتهم ومن خبرتهم ومن مصداقيتهم ومن محبتهم للشمال لنجاح هالمشروع. بعتذر سرف إذا تشكرات شوي كتيرة، بس لابد من شكر وذكر كل شخص ساهم لنجاح هالمشروع. بدي أشكر كمان فريق عمل جائزة موريس فاضل اللي هن سارة الشريف وريم حاج علي، اللي بيعرفوني شوي بيعرفوا انه انا بجاوب بسرعه كثير على الاس ام اسات والايميلات اللي بينبعثوا لي اي ساعه اللي كان، وعم جرب عالج هالموضوع لان صار شوي تقريبا مرض. بس في شخصين بالعالم بيجاوبوا اسرع مني واي ساعه اللي كان، وحتى 3 الصبح ريم وساره. بقى شكرا على جهدكم وعلى شغلكم من كل قلبكم. بدي أشكر كمان موريس فاضل لأن هو سبب وجودنا سوا اليوم، وكل عائلته، بدءا برفيق الدرب ونجاحه ديانا فاضل، مرورا بولاده كلهم حبيب كريم روني، وصولا إلى زوجي اللي هو الداعم الأساسي لهالمشروع ولإلي كمان. بدي أخيرا أشكر كمان سلف غير اللي ساعدونا، كل شخص أو مؤسسة راح تساعد بالمستقبل أي شاب عنده طموح ومشروع ونية للنجاح عبر هالمسابقة أما لوحده، لأنه هذا هدفنا الأساسي كمان، وطموحنا يصير دعم الشباب والطاقات الواعدة ثقافة عند الكل، خاصة عن كل واحد قادر على المساعدة والدعم. هلأ رح جرب أعطي صورة معاكسة للصورة اللي عنا إياها كلنا عن الشمال، حتى أهل الشمال. هالصورة أنه يمكن الشمال منطقة محرومة، ويمكن الشمال ناقصها كتير وبحاجة لكتير. خلينا نتفق اليوم، اليوم خلينا نقول أنه الشمال غني، غني بشبابه بمواهبه بأفكاره بطموحاته، وخلينا نركز على هالإيجابية قبل كل السلبيات. فتنثبت هالصورة انه شمال غني، لازم نآمن بهالمواهب وندعم هالشباب ونوثق فيهم بقدرتهم على الابداع والتغيير. فقولوا معي هلا قولوا معي شمال غني. فاليوم كمان عم نطلع براعم شركات واساسات احلام كبيرة وافكار كتير انطرحت على مدى 6 شهور. أما هلأ أنا بدي أتوجه لأصحاب المشاريع الموجودين هون، اللي صرنا 6 شهور عم نشتغل سوا وبعتقد صرنا نعرف بعض منيح. بقى بدي أقولكم أنه أنتو أنا أكيد أنكم ناجحين حتى إذا ما ربحتوا اليوم. أنتو ناجحين لأن المهم أنه أفكاركم انطرحت، وأنه أخذتوا من وقتكم تتفكروا وتدرسوا هالمشاريع وتطوروهم. بقى أكيد أنا أنه بهمتكم وبهمتنا وبهمت كل إنسان في ساعد وعنده قدرة يساعد هالشباب، رح نقدر نحقق مشاريعكم، وإن شاء الله بعد 10 سنين أو بعد 20 سنة أو بعد 75 سنة اللي هو عمر مشروع موريس فاضل، رح تكون مشاريعكم غيرت وجه وصورة منطقتنا شمال. ما راح طول عليكم اكثر، وراح ارجع محل ما بلشت، انه اهم ناس موجودين معنا اليوم هن اصحاب الاحلام، لا مش الاحلام، اليوم بدي اقول اصحاب الطموحات، لان الاحلام يمكن ما تتحقق، اما الطموحات اكيد بتتحقق، واهم شيء بتندعم. بقى شكرا لحضوركم ورحبوا باصحاب الطموحات.